شو عم تعملي هون؟ جاي اخذ البريد استاذ. البريد لسه ما وقعته. قومي. حاضر استاذ. خلي درويش يجيب لنا قهوه وهو يفوتها. يضربوا على العادي. ما راح لانه لا اعرف شو الموضوع. درويش على طول بحس حالي محاط بالجواسيس. مالنا فيه هذا يا سيدي؟ اليوم حلقت دقني، زبطت اموري، لبست طقمي الجديد وجرافتي الجديده، ووقفت قدام مرتي. قلت اكيد رح تسالني وين رايح ولمين بدك تقابل. حزير شو قالت لي؟ شو قالت لك يا سيدي؟ قالت لي ما بتبلها الامن من زمان هيك، زبط امورك وحني دقنك ومخبك بالمونيا، خلي الموظفات عندك بالمديريه ينشرح قلبهم. عجبك على الجواب؟ هلا هيك قالت لك؟ هيك قالت لي. قال ما رح تشك فيه لأنه بتعرف شو في عنده. اطول بالك، شي طبيعي ما تشك من التغيير الأول، لكن لما بصير التغيير أوسع وأشمل أكيد بدها تشك. جرب لك شي خطة تانية. ايه شو عليه؟ رح جرب. يا أحلى غنوة غنوة يا مع قلبي، ولا ينتيش ولا ينتيش. درويش وينك لهلا؟ المدير سأل عنك 3 مرات. إيه ما كان عنا بنت، نزلنا لعند شمال شرينا بنت. إيه يلا يلا فوت لهم ياهم بسرعة. أمولتي أنسي أمال. حاضر أنسي أمال. إيوه نعم، شو بدك؟ لك الله ينعم عليكي ويرحم والدينا ووالديكي. لك تسلم لي كلمة نعم وهي عم تطلع من تمك. يا سلام ما أحلاها. إمتى هيك بدك تحطي وراها كلمة بعلي وتقلي لي أمو يا بعلي أمو يا بعلي؟ تتمرمر عليك عيشتك يا بغلي. فوت فوت القهوة اضوي. سؤال واحد وبفوت. تفضل اسأل. المدير بطل يعمل جولة على الأقسام؟ امبارح الموظفات ضلوا عم يستنوا للتنتين ونص وما إجا. ما فضي، إجا لعنده ناس مهمين. يعني على علمك لغى فكرة الجولة نهائيا؟ لا ما لغاها، بس أجلها. لإيمتى؟ ما قال لي. لك يا المدير، بتعرفي بهالعملية خلى الموظفات يترقبوا مجيئه بكل لحظة، وهيك بخليهم يشتغلوا منيح وما يهربوا. درويش خلصني، فوت فوت لهم القهوة. خدي خدي فوتي له انت القهوة، لروح بلغ المواصفات انه تأجلت الجولة لأجل غير مسمى. خدي. يا ريت اقدر فوتها، المدير بده اياك انت شخصيا تفوتها. اجا هيك بفوتها.